في سيدرا عبالي عمرها 13 سنة، نهار السبت راحت على الماركت لتشتري، وصلت 32 ساعة ما هون مفقودة، ورحنا سوينا ضبط بالشرطة، عمموا اسمها وصورتها على المخافر وبالمشافي كلها، قلنا له افتحوا الكاميرات، قال ما خرج نفتح الكاميرات. رحت على العدلية اليوم، رحت على العدلية عند القاضي، قلت له طيب رحنا سوينا ضبط شرطة، قلنا له افتحوا الكاميرات، قال ما خرج نفتح نحن الكاميرات. ما هي حالة خطف، وأنا بنتي أكيد مخطوفة وما لها بالعادة تنزل، يعني نزلت هي تروح على المدرسة أنا بوصلها بإيدي، وراحت على الماركت أول مرة بتروح على الماركت ولحد الآن ما رجعت. رحت على العدلية حكيت مع القاضي، قلنا له إني شو اسمها الشرطة ما بتفتح الكاميرات، دق لهم تليفون قالوا نفتحوا الكاميرات، قالنا إني أعطيتهم الخبر هلا عشان يفتحوا الكاميرات. رحنا ما فاتحين الكاميرات طاول الشرطة، بعدين رجعنا رحنا على الساعة 12 بالليل حكينا معهم، صار يتجاوروا فينا، نعملي نحن سوريين بناش الحكومة التركية كلياتها، باكي بلاقوا لي هالبنت الطفلة، بنتي كتير بتخاف تنزل على الشارع، يعني بالمدرسة أنا بوصلها، يعني ما بتنزل طاولة على الماركت، أول مرة بتنزل. أنا مقيمة باسطنبول، أوست قيرنجة، آسيوية، بنادي الحكومة التركية إني بكي بتتواصل مع الشرطة تساعدنا بفتح الكاميرات، منطقتنا كلها كاميرات، بس الرئيس المخفر ما عم بيساعدونا، عمموا اسمه على المشافي والمخافر، عم نقول لهم بس افتحوا الكاميرات، قال ما خرج نفتح الكاميرات، قال بكره بنفتحها، وما عم بيفتحوها، مع انه اجاهم امر من القاضي ان يفتحوا.